أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. موضوع مرتبط بالعقيدة، هذا الموضوع رغم وضوحه وإيضاحه من قبل جمع من الفقهاء العلماء الكبار، ووضوحه تبعا للعلماء عند جمع كبير من المؤمنين، إلا أنه بقي هذا الموضوع شائكا عند جمع كبير من المؤمنين أيضا. الموضوع هو أن الله سبحانه وتعالى لم يباشر وسوف لا يباشر في خلق الأشياء ولا في تدبير أمور الخلق، إنما جعل وسائط في الخلق وجعل وسائط لتدبير أمور الخلق. الله سبحانه وتعالى هو المحيي هو المميت، ولكن جعل للإحياء وسائط وجعل للإماتة وسائط. الله عز وجل هو الرازق، ولكن جعل للإرزاق وسائط. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر، ولكن جعل لعملية نزول المطر وسائط.
وهكذا وهلم جرى في كل شيء في هذا الكون. هذه العقيدة إلى هذا الحد واضحة جلية عند جميع المؤمنين، قضية جدا واضحة. ولكن هذا الموضوع له بقية، هذه البقية هي التي أصبحت شائكة عند جمع كبير من المؤمنين، مع أن هذه البقية ملاكها مع ما ذكرنا واحد، ولكن مع ذلك هذه البقية شائكة. ما هي البقية؟ البقية لهذا الموضوع، تتمة هذا الموضوع، أن الوسائط في كل مجال ليست واسطة واحدة، وسائط ودرجات في الوساطة. يعني الله سبحانه وتعالى محيي، الله سبحانه وتعالى مميت، جعل للإحياء وسائط، جعل للإماتة وسائط من الملائكة. هؤلاء الملائكة الذين يعملون في مجال الإحياء، أو الملائكة الذين يعملون في مجال الإماتة، هؤلاء ليس شخصا واحدا ولا درجة واحدة، أشخاص ودرجات. هناك مسؤول عام للإحياء، مسؤول عام للإماتة. المسؤول العام لا يباشر، عادة لا يباشر، تحته توجد مجموعة من الملائكة، تحت تلك المجموعة مجموعة كبيرة قد تكون من الملائكة، المجموعة الثانية تحتها مجموعة من الأعوان، تحت تلك المجموعة من الأعوان مجموعة من المسؤولين، تحت تلك المجموعة من المسؤولين مجموعة من الموظفين. قد تكون 10 مراحل، قد تكون 100 مرحلة، قد تكون آلاف المراحل، لا نعلم. عالم الملائكة عالم وسيع جدا، إلى أن يصل الأمر إلى ملك من الملائكة هو الذي يباشر الأحياء، يباشر الإماتة، يباشر الإرزاق، يباشر مولد الطفل، مولد الجنين، يباشر كل أمور الكون. إذن هناك درجات. نذهب إلى أعلى درجة من درجات المسؤولين في الملائكة. الملائكة الذين هم قمة قمم الملائكة، الذين بأيديهم كل خيوط، كل تفاصيل هذا الكون، هؤلاء الملائكة الذين هم القمة، رغم تلك العظمة التي أعظم من تصورنا، إلا أن هؤلاء القمة من الملائكة لا يتمكنون أن يستقبلوا إرادة الله سبحانه وتعالى بصورة مباشرة، لا يتمكنون أن يستقبلوا أوامر الله سبحانه وتعالى بصورة مباشرة. يعني من هو قمة القمم؟ جبرائيل، هذا سيد الملائكة، سيد سادة الملائكة، أعظم شخصية في الملائكة. جبرائيل ليست فيه قابلية تلقي أوامر الله سبحانه وتعالى بصورة مباشرة، لا يتمكن، ليست في هذه القابلية. أوامر الله سبحانه وتعالى جبرائيل لا يأخذها مباشرة من الله سبحانه وتعالى، لا يتمكن. إنما الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات عندهم هذه القابلية، هم الذين يتلقون تلقيا مباشرا أوامر الله سبحانه وتعالى، هم الذين يتلقون مباشرة من الله سبحانه وتعالى
إرادة الله ما أراده الله سبحانه وتعالى، ويفرغون هذه الإرادة التي تلقونها من الله سبحانه وتعالى مباشرة، يفرغون هذه الإرادة في الملائكة، في المسؤولين في الملائكة، حسب وضع كل ملك، حسب وضع كل مسؤول، حسب وضع كل قضية. فهؤلاء يأخذون مباشرة من الله عز وجل وينفذون تلك الإرادة لله سبحانه وتعالى في خلقه عبر تلك الوسائط الكثيرة من الملائكة. هؤلاء الذين لهم قابلية تلقي أوامر الله وتلقي إرادة الله سبحانه وتعالى من الله مباشرة من دون وجود أي واسطة، وينفذون تلك الأوامر عبر تلك المراحل الكثيرة من الملائكة، هؤلاء الذين يأخذون ارتباطهم مباشر مع الله، هؤلاء ليسوا إلا محمدا وآل محمد. فكل شيء في هذا الكون، كل شيء في هذه العوالم كلها مما أراده الله سبحانه وتعالى، كل شيء في الكون أراده الله إرادة تكوينية سبحانه وتعالى، مع قطع النظر عن الإرادة التشريعية، هذه إرادة تكوينية. كل هذه الإرادة التكوينية في كل هذه العوالم إنما تلقى هذه الإرادة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من الله عز وجل. أنوار أهل البيت تلقت تلك الأوامر من الله عز وجل مباشرة ونفذت تلك الأوامر في الخلق. يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق الملائكة، هذه إرادة من الله سبحانه وتعالى، هذه الإرادة نزلت إلى أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ثم نفذت من قبل أنوار أهل البيت. الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق السماوات، هذه إرادة لله سبحانه وتعالى، نزلت إلى أنوار أهل البيت ونفذت عبر واسطة أنوار أهل البيت. الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعلنا نحن في هذه الكرة الأرضية، هذه الإرادة كانت بواسطتهم صلوات الله عليهم. أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الشمس مضيئة، هذه إرادة من الله سبحانه وتعالى، نزلت إلى أهل البيت ومنهم نفذت. هذه العقيدة هي التي رغم وضوحها عند جمع من الفقهاء، ورغم إيضاح أولئك الفقهاء لهذه العقيدة، ووضوح هذه العقيدة عند جمع كبير من المؤمنين، إلا أن جمعا كبيرا من المؤمنين أيضا هذه العقيدة عندهم شائكة غير واضح. والأعجب من ذلك أن البعض، وإن كان اليوم هؤلاء قلة كنسبة، البعض إلى يومنا هذا، وهذا عجيب جدا، البعض إلى يومنا هذا يعتبرون هذه العقيدة من الشرك بالله عز وجل. هذا العجيب إخواني، الشرك بالله عز وجل قضية واضحة. الشرك بالله عز وجل أن يدعي شخص أو يعتقد شخص أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يتصرفون باستقلالية، هذا شرك. يعني قدرة من أنفسهم، إرادة من أنفسهم، استقلالية في القدرة، استقلالية في العلم، استقلالية في الحكمة، استقلالية في التنفيذ، هذا شرك. نعم. أما ما يقوله هؤلاء العلماء ويعتقده هذا الجمع الكبير من المؤمنين ليس هذا. هؤلاء يقولون نفذوا أوامر الله عز وجل، أي شرك في هذا؟ يعني هناك وسائط، هذا الشيء شيء واضح بديهي، هناك من يتلقى أوامر الله عز وجل، هذا شيء بديهي،
أن يكون هذا المتلقي جبرائيل هذا عادي، أما أن يكون هذا المتلقي هو محمد بن عبد الله هذا غير طبيعي. لماذا جبرائيل يتمكن أن يتلقى أوامر الله ولا يكون في ذلك أي شرك، ولكن إذا قال شخص أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنوار أهل البيت تلقت تلك الأوامر هذا صار شركا؟ لماذا؟ أي شرك هنا؟ نفذوا أوامر الله، جاءتهم إرادة الله، هذا يكون شركا؟ هذا عين التوحيد. طبعا هؤلاء في السابق لعله كانوا بكثرة، اليوم عدد هؤلاء ليس كثيرا كنسبة، القضية واضحة ليست من الشرك. حتى الذين لا يعتقدون بهذه العقيدة لا يقولون إن في يومنا هذا عادة، لا يقولون إنها شرك، إنما يقولون لا ندري، هو ليس شركا ولكنه صحيح أم لا لا ندري. ليس كل شيء غير شرك فهو صحيح، قد يكون المعنى ليس شركا ولكنه غير صحيح، لا توجد أدلة كافية عليه. وهذا شيء طبيعي أن يطلب الإنسان دليلا، هذه عقيدة قد تكون ممكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم الذين يتلقون إرادته وينفذون أوامره، ممكن، ولكن هل هناك دليل على ذلك؟ هل هناك نصوص شريفة دلت على هذا المعنى؟ نص شريف واحد على الأقل، لأن العقيدة لا تتنافى مع العقائد الحقة البديهية، فلا توجد مشكلة في عالم الثبوت كما يقولون، يعني مشكلة لا توجد، ليس شركا ولكن ما هو الإثبات؟ هل يوجد نص صحيح أو معتبر على ذلك؟ الجواب على ذلك نصوص ونصوص. أحاديث ومجاميع من الأحاديث، هذا الحديث وهذه المجموعة من الأحاديث وحديث آخر ومجموعات أخرى، فرادى ومجاميع من الأحاديث تدل على هذا المعنى. أنا اليوم أقرأ لكم بعض تلك الأحاديث الفرادى وبعض تلك المجاميع من الأحاديث التي تبين هذا المعنى، تبين هذه العقيدة. الحديث الأول حديث لطيف رائع، طبعا حديث مفصل، ورد هذا الحديث في مصادر عديدة من مصادر الأحاديث الشريفة. هذا الحديث مروي عن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، طبعا بين قوسين عموما هذا المعنى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ذكروه للخلص، للتحف من أصحابهم، للنماذج العالية جدا من أصحابهم، حتى خيرة أصحاب أهل البيت ما كانوا يتمكنون أن يتحملوا هذا المعنى آنذاك، القضايا ما كانت متضحة بهذه الصورة التي هي متضحة عندنا ولله الحمد، الأمور شيئا فشيئا اتضحت، ولكن كان في أصحاب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عباقرة كانوا يتمكنون أن يتحملوا هذه المعاني. ولذا هذه الروايات لاحظوها مروية عن العباقرة، مروية عن أبي ذر الغفاري، مروية عن جابر بن يزيد الجعفي، مروية عن المفضل وأمثال هؤلاء. هذا الحديث الشريف مروي عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وآله. في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر أمورا جميلة جدا، حديث رائع من الأحاديث التي رغم طولها لا يمل الإنسان. طبعا كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كلها هكذا، ولكن بعضها يلمسها الإنسان العادي. ضمن هذا الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وآله ينقل لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه مقطعا من المعراج. يقول النبي صلى الله عليه وآله أنه لما عرج به إلى السماء رأى كذا رأى كذا،
ورأى مجموعة من الملائكة. هؤلاء الملائكة، هؤلاء المجموعة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: لنا إليك حاجة. فقال صلى الله عليه وآله: ما حاجتكم؟ فقالوا: إذا رجعت إلى الأرض فاقرأ عليا من السلام وأعلمه بأننا قد طال شوقنا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأولئك الملائكة: يا ملائكة ربي، تعرفوننا؟ سؤال عالم. الله عز وجل يسأل من الأنبياء وهو أعلم، لتوضيح أمور. تعرفوننا؟ فقالوا: يا رسول الله، لم لا نعرفكم وأنتم أول خلق خلقه الله تعالى؟ إلى أن يقولون الملائكة تقول لرسول الله صلى الله عليه وآله، شاهدي هنا، قالت هذه المجموعة من الملائكة لرسول الله، قالت: فما نزل من الله عز وجل فإليكم، وما صعد إلى الله تبارك وتعالى فمن عندكم. كل ما ينزل من الله سبحانه وتعالى، الإرادة التي تنزل من الله سبحانه وتعالى، هذه شيء، كل شيء من الله عز وجل ينزل، ينزل إليهم. فما نزل من الله عز وجل فإليكم. إخواني، بلا تشبيه، تشبيه المعقول للمحسوس فقط لكي يستوعب الإنسان المعقول، وإلا لا مقارنة ولا قياس. هناك شيء يسمى محولا، المحول، هذا المحول الصغير للكهرباء. المحول ماذا يصنع؟ المحول يأخذ شحنة كهربائية، فولتاج عالي كهربائي، يضعف هذا الفولتاج، هذه الشحنة، يضعفها بما تتناسب مع الجهاز الذي يريد الإنسان أن يشحنه بالكهرباء. فرضا عندك جهاز نقال، فرضا جهاز النقال يحتاج إلى إعادة شحن بطاريته من الكهرباء. هذا الجهاز اجعله على الفولتاج العالي للكهرباء، على الشحنة الكهربائية عالية، في الثانية الأولى ينفجر، لا يتمكن هذا الجهاز أن يستقبل شحنات عالية كبيرة، يحتاج إلى محول. هذا المحول يأخذ شحنة عالية، يضعف هذه الشحنة بما يتناسب مع الجهاز، الجهاز يتمكن أن يتقبل، أن يستقبل. إرادة الله سبحانه وتعالى جدا عظيمة. الأوامر الإلهية المباشرة، الله عز وجل يأمر شيئا أو شخصا أمرا مباشرا، هذا جدا عظيم، هذا جدا صعب، هذا لا يتحمله جبرائيل رغم عظمته. جبرائيل صغير في هذا المجال، جبرائيل لا يتمكن أن يستقبل، وهذا عندنا واضح طبعا، جبرائيل لا يأخذ أوامره مباشرة من الله. جبرائيل لو نزل عليه أمر مباشر من الله سبحانه وتعالى ينفجر، يتقطع، يذوب، لا يتمكن جبرائيل. جبرائيل لا يتمكن أن يستقبل إرادة الله سبحانه وتعالى من الله مباشرة، ليست فيه هذه القابلية، ضعيف جبرائيل رغم عظمته في هذا الميدان، ضعيف، لا يتمكن.
ميكائيل لا يتمكن أن يستقبل أوامر مباشرة من الله عز وجل، إرادة الله بصورة مباشرة لا يتمكن أن يستقبلها ميكائيل. إرادة الله هذا. وغير جبرائيل وغير ميكائيل ليست فيهم إمكانية قابلية لهذا المقام. الله عز وجل خلق كما في هذا الحديث الشريف أول مخلوقات خلقهم، هؤلاء عندهم هذه القابلية أن يتقبلوا أن يستقبلوا إرادة الله سبحانه وتعالى بصورة مباشرة. هذه الإرادة يعطونها يوجهونها في مجالها. هؤلاء الذين خلقهم الله أول خلقه وأعطاهم جعل فيهم هذه القابلية، هؤلاء هم محمد وآل محمد. فما نزل من الله يحتاج إلى محول، يحول هذه الإرادة من هذه الكيفية الصعبة إلى كيفية يتمكن جبرائيل أن يتقبلها، يضعف هذه الإرادة. هذه الإرادة جدا عظيمة قوية، يضعفها بما تتناسب مع جبرائيل فيعطيها لجبرائيل. من الذي يكون؟ فما نزل من الله عز وجل فإليكم. المقطع الثاني ليس حديثنا عنه. المقطع الثاني أيضا الصعود إلى الله عز وجل لا يكون إلا عبره، وما صعد إلى الله تبارك وتعالى فمن عندكم. حديثنا ليس عن المقطع الثاني، هذا المقطع أيضا يحتاج إلى تفصيل. الذي ينزل إلى الله عز وجل ينزل إليهم، ينزل من الله عز وجل إليهم. هذا حديث شريف. ثانيا، الثاني ليس حديث واحد، طائفة من الأحاديث الشريفة، مجموعة من الأحاديث الشريفة، هناك مجموعة من الأحاديث الشريفة تتحدث عن التفويض الصحيح. إخواني، كلمة التفويض تستعمل في معاني عديدة كلها معاني باطلة. هذه الكلمة تستعمل في المعنى الفلاني معنى باطل، تستعمل الكلمة في معنى ثاني باطل، ثالث، رابع، إلا معنيان صحيحان يطلق عليهما التفويض أيضا من المعاني الباطلة التي حاربها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أشد محاربة، هو ما كان يعتقد به بعض الناس في عصور أهل البيت قبل الغيبة وإلى الغيبة، إلى بدايات الغيبة أيضا هذه العقيدة كانت عند البعض. هذه عقيدة حاربها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عقيدة باطلة، ويعبر عنها بالتفويض، ويعبر عن حملة هذه العقيدة بالمفوضة. المفوضة ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون بأن الله عز وجل خلق الخلق ثم أعطى الخلق لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وترك الشيء كله، خلص القضايا لا ترتبط بالله سبحانه وتعالى نهائيا، يعني وجود الله وعدم الله والعياذ بالله بالنسبة إلى هذه القضايا سواء. هذا المعنى الذي يعبر عنه بالتفويض معنى غير صحيح، حاربه أهل البيت، لعن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لعنوا من قال بهذه المقالة، هذه مقالة غير صحيحة، ويعبر عن هذه المقالة وهذا هذه العقيدة بالتفويض. هذا تفويض باطل. هناك تفويض باطل آخر، تفويض باطل ثالث لا علينا بها. هناك تفويضان صحيحان، لا علي بالثاني، علي بالأول اليوم. التفويض الصحيح بالمعنى الصحيح الذي وردت الروايات الشريفة في تأييده في إثباته هو هذا الذي ذكرته في بداية حديثي، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام،
أعطاها العلم والحكمة والقدرة وأمرها فهي تتلقى هذه الأنوار، تتلقى أوامر الله سبحانه وتعالى وإرادة الله وتنفذ تلك الأوامر والإرادة. في كل صغيرة وكبيرة لله إرادة، كل حركة، كل ذرة تنتقل من مكان إلى مكان الله عز وجل أراد، ولكن هذه الإرادة من الذي ينفذها؟ من الذي يستقبلها أولا ثم ينفذها؟ أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا المعنى ورد في مجموعة من الروايات الشريفة، أقرأ لكم بعض هذه الروايات، روايات التفويض بالمعنى الصحيح، لا ذاك التفويض بالمعنى الباطل، ذاك معنى انحرافي، هذا المعنى صحيح، ذاك حاربه أهل البيت، هذا المعنى أثبته أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أقرأ لكم بعض الروايات الشريفة، رواية شريفة واحدة أقرأها من هذه المجموعة. هذا الحديث الشريف يروى عن جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي، هذا العملاق العظيم. قضية مفصلة لعلكم سمعتم هذه القضية، قضية الخيط في المدينة، الإمام حرك الخيط في قضية مفصلة لا علي بها. يقول الإمام أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لجابر الجعفي، يقول: وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهره فيكم اخترعنا، يعني الله اخترعنا من نور ذاته، شاهدي هنا، وفوض إلينا أمور عباده. يعني ماذا فوض إلينا أمور عباده؟ هو الإمام يوضح: فنحن نفعل بإذنه ما نشاء، ونحن إذا شئنا شاء الله، وإذا أردنا أراد الله، ونحن أحلنا الله عز وجل هذا المحل، هذه المكانة، واصطفانا من بين عباده وجعلنا حجته في بلاده. هذه العبارة خطيرة: فمن أنكر شيئا ورده فقد رد على الله جل اسمه وكفر بآياته وأنبيائه ورسله. العياذ بالله، دير بالك، لماذا كفر؟ لأن ادعاء أن هذه العقيدة شرك هذا تحديد لقدرة الله، يعني أن الله عز وجل لا يتمكن أن يصنع ذلك، هذا معنى الشرك، هذا تحديد لقدرة الله، ولذا هو كفر. لماذا الله لا يتمكن أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وآله واسطة في الخلق؟ لماذا لا يتمكن؟ يتمكن، بل هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يتمكن، وقد أراد أن يجعل أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم الواسطة. فوض إلينا أمور عباده. اسمحوا لي أن أقرأ لكم هذه الطائفة الثالثة أيضا، بعض الروايات من الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة من الروايات الشريفة، الروايات الشريفة التي تبين أن قلوب أهل البيت، أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم مكان إرادة الله، مهبط إرادة الله، جدا واضح هذه الطائفة. وهذه الطائفة ليست حديثا واحدا، أحاديث كثيرة، ليست عديدة، كثيرة، تبين أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مهبط إرادة الله. يعني ماذا مهبط إرادة الله؟ يعني ما يريده الله سبحانه وتعالى يهبط إليهم. أقرأ لكم بعض الأحاديث في هذه الطائفة عن الإمام أبي الحسن الثالث، الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: إن الله جعل قلوب الأئمة موردا لإرادته. مورد على وزن مفعل، مفعل ومفعل يكونان اسما للمكان، مثل مسجد، مسجد مكان السجود، محل السجود يسمى مسجدا، مفعل.
مورد يعني محل الورود، محل نزول الشيء يسمى موردا، المحل الذي يرد الشيء فيه هذا يسمى موردا. إن الله جعل قلوب الأئمة موردا لإرادته، محل ورود إرادته عز وجل. فإذا شاء الله شيئا شاءوه، عجيبة، عندما الله عز وجل يشاء لا يخاطبهم، قلوبهم هكذا، هي القلوب تتقبل بمجرد أن يشاء الله عز وجل شيئا، هذه القلوب تشاء تلك ذلك الشيء. فإذا شاء الله شيئا شاءوه، وهو قول الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. حديث شريف آخر أيضا عن أحد الخلص، كامل بن إبراهيم. هذا الشخص تشرف بخدمة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، عنده أسئلة. قبل أن يسأل أسئلته من الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، الإمام أشار، أزيح الستار، فرأى نور الله، رأى الإمام أرواحنا فداه، وهو آنذاك رباعيا أو خماسيا، في الرابع من عمره الشريف أو في الخامسة من عمره الشريف. هذا من الذين التقوا بالإمام في زمن الإمام العسكري، خلص الشيعة التقوا، واحد منهم هذا. وكان عنده أسئلة، قبل أن يسأل أسئلته من الإمام العسكري، قبل أن يسأل أسئلته من الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداه، الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداه هو أخبره بما في قلبه من الأسئلة وأجاب على تلك الأسئلة، مجموعة أسئلة. من جملة الأسئلة يقول الإمام أرواح العالمين فداه لكامل ابن إبراهيم، يقول: وجئت تسأله، أنت جئت للإمام العسكري لأبي، جئت تسأله عن المفوضة. قلت لكم المفوضة هم المنحرفون الذين كانوا يعتقدون عقيدة التفويض الباطلة للتفويض الصحيح، وجئت تسأله عن المفوضة، كذبوا أبدا، الله عز وجل تعطل، هذه عقيدة اليهود، قالوا يد الله مغلولة، هذه عقيدة باطلة، كل شيء في كل لحظة، وجود كل هذا الكون مرتبط بإرادة الله سبحانه وتعالى، الله ما تعطل، كل شيء مرتبط في كل لحظة، كذبوا. إذن ما هي العقيدة الصحيحة؟ العقيدة الصحيحة هذه: بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله، فإذا شاء الله شيئا شئنا، والله يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله. حديث شريف آخر عن المفضل في هذه الطائفة الثالثة، عن المفضل عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو أذن لنا أن نعلم الناس حالنا عند الله ومنزلتنا منه لما احتملت مشكل. عند أهل البيت مشكلة عليهم الصلاة والسلام، الناس لا يتحملون حتى هذه المعاني التي ليست هي كبيرة جدا، يضطر الإمام أن يقول هذا المعنى للمفضل، أن يقولها لجابر ابن يزيد الجعفي، المعاني العالية ما قالوها لأحد، حتى هذه المعاني. إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإمام وكر لإرادة الله عز وجل، وكر الطير محل رجوع الطير، منزل الطير، مكان استقرار الطير يسمى وكرا، وكر الطير منزله، محله، محل رجوعه يسمى وكر. إن الإمام وكر لإرادة الله عز وجل، إرادة الله أين تأتي؟ أين تنزل؟ أين تستقر؟ الإمام. إن الإمام وكر لإرادة الله عز وجل، لا يشاء إلا ما شاء الله.
في زيارة من زيارات المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، رزقنا الله وإياكم زيارته، نقرأ هذه العبارة: السلام عليك يا حافظ سر الله وممضي حكم الله، شاهدي هنا، ومجلي إرادة الله. هذه الكلمة مجلي أو مجلا، تتمكن أن تقرأ الكلمة مجلي، مجلي يعني مظهر، الذي يظهر الشيء، مجلي، مجلي إرادة الله، هو الذي يظهر إرادة الله. الله عز وجل ماذا يريد؟ يريد أن يخلق شمسا، هذه إرادة الله. من الذي يجلي يظهر هذه الإرادة؟ من الذي ينفذ هذه الإرادة؟ أنت يا أمير المؤمنين. أو تتمكن أن تقرأ الكلمة مجلى. مجلى يكون اسم مكان، محل جلاء، محل ظهور إرادة الله سبحانه وتعالى، المعنى نفس المعنى. ومجلي أو مجلى إرادة الله وموضع مشية الله، الذي يشاءه الله، أين موضع مشية الله؟ أنت يا أمير المؤمنين. العبارة الأخيرة التي أقرأها، طبعا العبارات كثيرة في هذا المجال، في هذه الطائفة، هذه العبارة التي شرحتها سابقا ولا أريد أن أتوقف عندها كثيرا، العبارة الواردة في إحدى أصح زيارات الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام سندا، وهي الزيارة الأولى، في الزيارة الأولى المطلقة في كتاب مفاتيح الجنان. هناك مجموعة زيارات مطلقة نقلها الشيخ عباس القمي في كتاب مفاتيح الجنان، أول زيارة هناك تقرأ هذه العبارة، وهذه العبارة شرحتها سابقا لا أريد أن أتوقف عندها. إرادة الرب، العبارة جدا واضحة وجدا شاملة، إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. الجمع المضاف يدل على العموم، يعني على الشمول. عندما نقول رجال هذا المكان، يعني كل رجال هذا المكان، رجال جمع أضيف إلى هذا المكان. الكلمة ما هي؟ مقادير جمع، من قدره؟ الله عز وجل، جمعه مقادير. أضيف الجمع إلى أمور، أمور جمع أيضا، أضيف الجمع إلى الهاء الذي يرجع إلى الله عز وجل، مقادير أمور، مقادير أموره، مقادير أمور الله عز وجل. يعني كل ما قدر الله عز وجل في جميع أموره، هذا معنى العبارة. إرادة الرب، الله عز وجل أراد في كل ما قدره الله عز وجل من جميع أموره، هذه الإرادة تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. هذه العبارة لها تفسير آخر، هذه الشمولية، خلق الملائكة مما قدره الله من أموره أم لا؟ نعم، تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، الله لا يخلق مباشرة. هناك طائفتان أخريان أيضا كتبت بعض الأحاديث الشريفة فيهما، منهما، وطائفة سادسة، هذه الطوائف الثلاث من الأحاديث الشريفة نتركها إلى وقت آخر إن وفقنا لذكر هذه الأحاديث الشريفة. خلاصة القول إخواني، القضية ليست صعبة، أنا إلى الآن لا أعرف بالضبط ما المشكلة التي جعلت بعض الناس لا يستوعبون هذا المعنى. هذا المعنى بكل سهولة، بكل وضوح، الناس يستقبلونه في عالم التشريع. لماذا في عالم التكوين لا تستقبلون هذا المعنى؟ نفس الشيء، إن أمكن ذلك في عالم التشريع أمكن ذلك في عالم التكوين. في عالم التشريع نحن نفهم أن الله سبحانه وتعالى عندما يريد شيئا، عندما يريد أن يأمر الناس بشيء لا يأمرهم مباشرة. هل أمرك الله سبحانه وتعالى مباشرة؟ أنت سمعت أمر الله عز وجل مباشرة؟ لا.
لا تتمكن، نحن لا نتمكن أن نستقبل حتى جبرائيل. هذه عقيدتنا طبعا. حتى الذين عندهم مشكلة في هذه العقيدة يعرفون أن جبرائيل لا يتلقى أوامر مباشرة من الله عز وجل، لا يتمكن. أمر تشريعي مباشر لا يتمكن أن يستقبله جبرائيل. جبرائيل فيحتاج إلى شخص يستقبل. من الذي أعظم من جبرائيل؟ من الذي أعظم من الخلائق كلهم؟ القضية في عالم التشريع جدا واضحة عندنا، نفس القضية في عالم التكوين، في الخلق، في الرزق، في الإحياء، في الإماتة. في عالم التشريع نفهمه، ولكن هذا المعنى في عالم التكوين لا نفهمه. يعني البعض، القضية واضحة، أمكنت في عالم التشريع، ممكنة في عالم التكوين. إنما القضية بحاجة إلى دليل. هذه الأدلة لا تكفي، هذه المجاميع من الرواية الشريفة لا تكفي، والمجاميع أخرى أيضا. الذي عندي من المجاميع 6 مجاميع، 3 قرأناها، 3 أخرى بقيت. طبعا أنا علمي بسيط، هي قطعا أكثر من هذه المجاميع. هذا الذي عندي بشيء من التأمل، قليل من التأمل في الرواية الشريفة. إن شاء الله الأمور شيئا فشيئا تتضح. والمستعان الله عز وجل، والبركات بركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. مبارك لكم الذكرى السعيدة العطرة لميلاد سيدنا ومولانا الإمام الرؤوف، الإمام الرحيم. وهاتان صفتان من صفات أهل البيت، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الإمام بالحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركاته أن يرزقنا زيارته في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.